كالعادة طبعاً بنفتح جوائز الأسبوع، بس اليوم الأثنين باقي ثلاثة أيام على جوائز الفوت، بس أنا لعبت سكواد باتلز الأسبوع، فقلت خلني يعني أفتح الجوائز سكواد باتلز بعدين ننتقل ليوم الخميس، فهمتوا؟ يعني أشبك المقطعين مع بعض. طبعاً جايب أعلى شيء، أنا حريص الأسبوع بما أنهم منزلين أقوى اللاعبين في تشكيلة واحدة. زبدة عندنا باكين الحين كلهم ميجا نادرة، فيلا بسم الله ميجا نادرة 30-30 نادر. أوكي أول باك شاشات. الماني سي بي بايرن بوتينج. لا لا واضح جوائز الاسبوع رهيبه. لا واضح. اوكي الباكج الثاني الحين عندي ولا شيء. يا ساتر حتى ما هو بشاشات. سوسو والله يا باكج مخيس بشكل. توك طالع لي انت ايش تبي انت يا رجال؟ اهم شيء اخذنا 30,000 حقت سكواد باتل. زبده يلا الحين ننتقل ليوم الخميس. طبعا انتم عندكم جزء من الثانيه بس انا بنتظر 3 ايام، فيلا اشوفكم يوم الخميس. اوكي وصلنا ليوم الخميس الحين. مثل كل اسبوع بنفتح الجوائز الفوتو رايفلز الحين. طبعا هم حاطين يعني التشكيلات كلها قويه، وحاطين التشكيله اللي الافضل مدري وش وتشكيله الموسم افضل لاعبين في تشكيله الموسم. زبده اني انا توقعت بينزلون تحدي يضمن لك لاعب من افضل اللاعبين تشكيلة الموسم، بس ما نزلوا الا تحدي واحد اللي هو يضمن لك لاعب من الدوريات الخمس الكبرى بس يكون ازرق. فاليوم بسوي تحديات، بنفتح الجوائز، بنسوي نفس الاشياء اللي سويها تقريبا كل اسبوع انا او كل اسبوعين. الزبده اني اخذت انا الباكجات اللي ما تنباع من الرايفلز. شوفوا عندي هنا 2 4 6، عندي 6 باكات والفوت انا واصل جولد 3. جولد 3 يعطيك اتوقع 3، بيصير عندنا 9 باكات. ان شاء الله ما يصير فيه غلط ذا الاسبوع ولا الحمر مو موجودين. والله العظيم مالي خلق ترى. اوكي لا الحمر موجودين. الله يسر. والله يا عيال اني لعبت جد ذا الاسبوع وانا حاسس ان نهايه الاسبوع بيطلع لي شيء رهيب. بس اول لاعب احمر انا دائما اخذ يمين، بس ذا الاسبوع باخذ يسار. اول لاعب احمر اوه كرفخال. يا عيال والله احتاج كرفخال. والله انا مستانس بكرفخال. اوكي ما عندي مشكله مع كرفخال. 98 يا رجل يا كلب. كيميتش مش ابي بكيميتش انا، بس يقولون ممتاز. بس الحمر والله مستواهم عالي عشان ما نظلم اي، والله كلهم رهيبين واحتاجهم ترى. شفتوا كيف احتاج كرفخال بدال سميدو؟ بيكون شيء جيد. اسمح لي شوي يا سليماني. الله والله سميدو كرفت انا. شوفوا كم لاعب 1050 جيم ما سجل له 7 السبك، بس مو بسبك يعني، بس اقصد بدع هو معي. تذكرون ذا اللاعب اللي قلت لكم جلاد وما ادري ايش؟ شوفوا احصائياته بعد الفوت ومباريات الرايفلز اللي لعبت هذا الاسبوع. لعب 107، سجل 109، صنع 58، سعره 21,000 بس. قايل لكم جربوه لازم. الزبده عندي 9 باكجات، في نفس الوقت عندي تحديين للمضمون، فهذا جاهز ومجهزه انا بس يبي لي اخذ الباكج، وهذا الثاني. اوكي انا ما ادري ليش طالع عندي مضمون مرتين، اللي هو مضمون فاخر ذا ما ادري شو اسمه. شوفوا طالع عندي مرتين، يمكن صار عندي جلتش ما ادري. ما ادري وش اللي ينباع واللي ما ينباع، عشان كذا بفتح من الاضعف للاقوى. اوكي بسم الله اول باكج في ذا الحلقه، نتمنى نشوف الازرق فوق، نتمنى نشوف الازرق فوق. اوكي شفنا برتقالي بس ما هو بوك اوت ولا هو بشيء. تشيك ذا ستي اكيد دوري الماني هم اللي يلعبون. 76 قوتك 76، يعني وش تبي جاني في باكج ما دام قوتك 76؟ راح انقلع في اي باكج طلع. لا وما ينباع بعد. الله ياخذ الراس. اول باكج ما يطمن يا عيال، ثاني باكج حزمه استثنائيه. نبغى نشوف الازرق، انا ما ابغى اشوف غير الازرق. ولا شيء ولا شيء. من هو طيب؟ لا يا شيخ، ليش كذا؟ 76 77 ما ادري استانس. يا اخوي ايش قصتك معي يا مايكون؟ يا الله يا رب ان الحظ يكون ممتاز. اتمنى لاعب ازرق، في لعيبه زرق سوبر. الاسبوع ذا سوبر. يا الله ووك اوت. ما في ووك اوت، كلهم زرق. اقوى ووك اوت برناردو. مشيها عشان يحب ذا اللاعب بس والله ما تطب التيم يا شيخ. مشيها برناردو سيلفا بس عشان يعجبني بس. اوكي برناردو سيلفا فان دي بيك لاعبين بس، الله يجزاكم خير. كم ما اعطيتوني عقود عادي ترى. اوكي واضح مو طالع لي شيء، فبما ان فتحنا الحين 3 باكات بروح اسوي التحدي ونرجع نكمل، اللي هو تحدي مضمون. طبعا انا مجهزه ما عليكم، مجهز كل شيء قبل التسجيل. عندي لاعبين من النادي، عندي كم لاعب ازرق ما احتاجهم. طلعوا لي في الباكات، في اثنين طلعوا لي بباكات سليماني برضو، باكج مضمون اتوقع كان، باكج مضمون دوري الفرنسي سليماني. اوكي هذا هو اللي مضمون فاخر بس اتركوه اخر شيء، الباكج اللي بعده 12 12 12، هذا طلع لي فيه ميسي، طلعوا لي فيه ميسي الحين مره ثانيه. شوف انا استانست وانا اتخيل. الله يعني اوكي من هو ذا اللاعب؟
79. انتم مستوعبين 76 77 79 جالسين نكرف ذا الاسبوع. 12 نادر ثلاث لاعبين بس، 12 نادر ثلاث لاعبين بس موجودين فيه، والباقي عقود وتعديل مراكز ومدربين ما ادري من وين جايبينهم. يلا ننوع نفتح ميجا ذا اللي في النص نفاجئ فيفا، هم حاطين بتدخل من النص يمكن يعني. والله الوضع مو طبيعي، والله الوضع مو طبيعي. واو واو تستهبلون، لا اله الا الله. ابغى اشوف تكفى شو اسمه ازرق، والله ابغى اشوف ازرق، ابغى اشوف ازرق، ابغى ازرق من التشكيله الموسم القويه. كفون يا إيه. تكفون يا كلابة. اسباني ار بي من ذا تشيلسي. اوكي الباكيجي ينباع بس يا اخي لا 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 كذا كذا لا. وش ذا الخمه، وش ذا الخمه ذولي، والله ما ينفع كذا. كم باقي؟ ثلاث باكات وواحد شو اسمه، واحد لاعب فاخر، لاعب تيم اوف ذا سيزون فاخر. انا ما ادري ايش اقول لاعب فاخر كل شوي. ايش فيكم 79؟ يا عيال شوفوا ذا الباكيج خلاص ماني مسوي اي ردة فعل، بس بنركز في الباكيج. انقلع ضف وجهك والله العظيم انقلع. يقطع بليس، يقطع بليسكم. تعرف اللي يرفعون ضغطك كذا؟ طلع لي واحد صيني مطلع لي كورونا، وش فيهم يا ذا الاسبوع؟ او الاسبوع ذا الحظ فيه بيض. يقطع بليسكم. مستوعبين الباكيجات اللي فتحتها كلها؟ برناردو سيلفا على واحد. يا ساتر يا ساتر يا الاسبوع، والله العظيم انا كنت متحمس للباكات وكنت اتوقع بيطلع لي شيء كويس. اوكي الحمر كويسين، كيميتش وكارفاخال. خلونا نسوي التحدي اللي هو مضمون مدري وشو اللي هو ذا. اوكي شوفوا بحاول اسوي اللي مضمون فاخر الثاني، والله دخلني عادي. ظهر ان ما عندهم مشكله حاطين اثنين. يلا بشوف اذا اقدر اسويه ولا لا، ما ادري والله ترى ماني بضامن اذا عندي لاعبين كويسين في النادي. يا عيال باقي بس اشتري اللاعبين الحين ويصير عندنا ثلاث باكات لثلاث لاعبين مضمونين لونهم ازرق كلهم. اوكي خلصت ذا، الحين صار عندنا ثلاث باكات مضمونه فيها لاعب ازرق. يعني الباكيجات اللي قبل شوي ما طلعوا لي فيها شيء، المفروض يعني يطلعوا لي شيء الحين. هنا نفتح اول شيء باقي دول العالم، بعدها نفتح الاثنين اللي من افضل من الدوريات الخمس الكبرى. اوكي انا ترى ما ادري وش في ذي التشكيله معلومه بس يعني. فهذا اللاعب وش هو ذا؟ وشو ذا؟ سبعتاعش. اوكي الباكيج اللي بعده ما عليكم ما عليكم، نبقى متفائلين لين اخر امل، نبقى متفائلين. اول باكيج من الدوريات الخمس الكبرى بسرعة، ابغى اشوف ارجنتين. من ذا؟ سكيب سكيب سكيب. لا 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 كذا كذا لا لا، والله كذا ما ينفع. وش ذا الاسبوع السيء. اوكي ثاني باكج، ثاني باكج يا عيال يا عيال تكفون. ايه اسباني ستي. وش ذا الاسبوع يا عيال، والله العظيم اسوأ جواز استلمتها في حياتي. يقطع بليس ابو الباكات البيض. هذول اللي طلعوا لي كيميتش على ذا على ذا على كرفخال، افضل واحد فيهم كرفخال الصراحه، لاني انا مره مستانس بكرفخال لانه بيطور التشكيله. اخر باكين في ذا الحلقه وخلاص بنقفل ذا الاسبوع السيء اللي ما طلع لي فيه ولا شيء. ووك اوت. من من يا عيال ايش ذا الاسبوع ذا؟ وش ابي بهاندانوفيتش وكاسيميرو؟ اوكي اثنين ووك اوت بباكج بس وش ابي فيهم؟ يا ساتر يا الاسبوع.
بس هذا اللي كان عندي اليوم. نتصل لكم بالاشتراك، مع السلامه.